عمليات حرق منظمة لعشرات المقامات والزوايا، أيد آثمة تنفذ، وعقول ماكرة تخطط، ومال كثير يصرف. ذاك ما توصل إليه مسؤول حكومي بارز. فجأة تبدأ تدريجيا ثم تتصاعد قبل المولد النبوي الشريف لتشمل يعني أولياء صالحين في أقصى جهات الشمال في الليلة الواحدة، وهناك في أقصى جهات الجنوب في ليلة واحدة، تقريبا في الوطن القبلي وسيدي غوث، سيدي أحمد غوث في دوز. هذا بيان أن هناك يد ما تحرك، أن هناك عقل ما يخطط، أن هناك تمويل ما يمنح الوسائل والمعدات. أطراف عدة تحوم حولها الشكوك، لكن التقارير الأمنية لم تصدر بعد، والتقديرات تقول إن أطرافا وجهات متداخلة تدير هذا الصراع الخفي والممنهج. اتحاد الطرق الصوفية في تونس خرج عن صمته وظهر لوسائل الإعلام في ندوة صحفية أكد فيها وقوف التيار الوهابي وراء هذه الهجمات. هذا برنامج منظم، والإجرام اللي قاعد يصير هذايا حاجة يعني غريبة على بلادنا. احنا بطبيعتنا بحول الله وقع فكرة الاتحاد انه للتصدي. أما شيوخ الزيتونة فأكدوا عبثية هذه الأعمال وشددوا على ضرورة حماية هذه الأماكن حتى تحافظ تونس على خصوصية أماكنها التراثية وتبقى قبلة للوافدين، على الانتماءات والولاءات الفكرية توضع جانبا وتغلب مصلحة البلاد والعباد فوق كل الاعتبارات. أخشى أن تتسرب حرب حرق القبور وحرق المعالم الأثرية مثل سيدي بوسعيد وغيرها أن يتسرب إلى حرق قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذا ما نخشاه، هذه ربما دسيسة صهيونية أو دسيسة من أعداء الإسلام تبثها فينا حتى يتسرب الأمر إلى المدينة، وهناك يحرق مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا ربما تهدم قبة البيت النبوي الحجرة النبوية في المدينة المنورة بالمسجد النبوي الشريف. هذا ما أخشاه. بعد أن كانت مكانا للتبرك ها هي الزوايا اليوم تعج بالوافدين الذين يريدون استجلاء حقيقة ما وقع وما قد يقع في الأيام القادمة. سلسلة متواصلة وممنهجة في كامل تراب الجمهورية، يبدو أنها تريد تدمير موروث لطالما افتخر به التونسيون، موروث جمع بين الأصالة والجمال وروعة المكان. هناك مجموعة اعترفت بانتمائها إلى مجموعة دينية متشددة، ولكن أنا أعتقد أن المخطط يتجاوز هؤلاء، في مخطط رهيب. بدأت اليوم أيضا للأسف بعض معالمي تنكشف أنه تشويه وكتابة عبارات عنصرية على مقابر اليهود. لكن الأهم من هذا وذاك هو إيجاد حل أمني فوري يوفر الحراسة اللازمة لهذه الأماكن وينجح في إماطة اللثام عن كل الملابسات التي تحيط بهذا الملف الغامض. عمليات حرق متتالية تستهدف أضرحة أولياء الله الصالحين وأصابع اتهام عديدة موجهة لأكثر من جهة، لكن يبقى السؤال المطروح، من يقف وراء هذه العملية الممنهجة؟ هيفاء حامد، قناة المتوسط، سيدي بوسعيد، تونس.